ذات الحجاب. نعم. البنت الصغيرة. إيش؟ البنت الصغيرة. نعم. متى تبدأ تغطية الحجاب؟ العمر يعني. الغالب إذا بلغت 9. الغالب إذا بلغت 9 سنين تحتجب. نعم هذا هو الغالب. أما قبل ذلك فقد لا تكون ممن يتعلق بها الرغبة. وقد تكون ممن يتعلق بها الرغبة حسب النمو والبنت. ربما تكون لها 10 سنين ونقول لا تحتجب. لأنها صغيرة ولا تتعلق بها الرغبة. الكلام متى صارت البنت محلا للرغبة والنظر إليها وجب عليها أن تحتجب. لكن في الغالب 9 سنين. نعم.